قد يبدو لك مبلغ 200,000 دولار سنوياً مبلغاً صعب المنال، إلا أن العديد من الوظائف تدفع أكثر من ذلك في السنة الواحدة. العمل كطيار، يمكن لأي طيار ذي خبرة عالية أن يحقق أكثر من 200,000 دولار سنوياً، ويجب أن يتمتع الطيار أيضاً بالعديد من المؤهلات والمهارات، مثل مهارات الاتصال الجيدة والقدرة على اتخاذ القرارات، وبالطبع امتلاك رخصة طيار. أستاذ في كلية الطب. لتحصل على هذا الراتب المرتفع يجب أن تكون حاصلاً على شهادة طبيب مع التخصص ضمن المجال الذي تريد التدريس فيه، بالإضافة إلى الخبرة السريرية ومهارات البحث. طبيب شرعي. معظم وظائف الطب الشرعي هي وظائف حكومية، وتتضمن هذه الوظائف فحص الجثث لتحديد سبب الوفاة. ولتتمكن من التأهل لهذه المهنة تحتاج إلى دراسة الطب ثم إكمال التخصص لمدة عام في علم الطب الشرعي. طبيب عام. لكي تكون طبيبا عاما فأنت بحاجة للحصول على شهادة طبية وإقامة في مستشفى لفترة زمنية ممتدة من 2 إلى 3 سنوات. العمل كطبيب نفسي. يمكن للأطباء النفسيين الحصول على أكثر من 200,000 دولار سنوياً كموظفين بدوام كامل في المستشفيات أو العيادات. سائق شاحنة. سائق شاحنة. غالباً ما يعمل سائقو الشاحنات وفق عقود معينة، ويتقاضون رواتبهم مقابل كل حمولة يقومون بنقلها. والشرط الأساسي لهذه الوظيفة هو الحصول على رخصة قيادة سارية المفعول حسب نوع الشاحنة التي يقودها السائق. العمل في بيع السيارات. أغلب الوظائف المرتبطة بمبيعات السيارات تأتي مع راتب أساسي وعمولة إضافية، مما قد يدفع دخلك إلى أكثر من 200,000 دولار. المستشار المالي. المستشارون الماليون المرخصون مطلوبون بكثرة، فيمكنك تسويق نفسك عن طريق الحصول على ترخيص لبيع التأمين على الحياة وصناديق الاستثمار والأوراق المالية. فني NDT. فني الاختبار يقوم باختبار المواد بحثاً عن خصائص هذه المواد، وهذه الوظيفة مهمة جداً في صناعات النفط والغاز. العمل كمهندس إنشائي. يمكن للمهندسين المدنيين المختصين في مجال الإنشاء تحقيق أكثر من 200,000 دولار في السنة، وتكمن مهمتهم الأساسية في إيجاد طرق لتحسين البناء.